مين اللي هيبتدي الاول؟ بيت ايه؟ خلاص لا يبقى تمام يلا. مش منظر مش منظر يا سلوى يا سلوى. قولي الاغنيه قولي الاغنيه. قلبي صدى وجنزر يا هو. صح مظبوط مظبوط سهلتها لك. ايوه مبروك مسلسل جروب الدفعة. برافو إجابة صحيحة وإجابة صحيحة. حاجة ولا لا لازم تقول حاجة صعبة. كمل كبشون كايه؟ إيه؟ كمل 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 كمل. أنا نسيت بقيتها. لا بكبشو دي اسمها ايه؟ بيكاتشو. كبشو. بيكا بيكا بيكاتشو. ايوه الاغنيه من عارف. انت كويسه بس الاخيره دي ما عرفتيهاش. تمام. كركشندي دبح كبش كبشو. كركشندي دبح كبشو. كركشندي دبح كبشو يا محلى مرقه لحم كبشو. ايوه قلت منك بس ادائك كويس. تمام جدا جبت كبشو. جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين تتعين. بطاطس. جبتك جبتك كبده. سمعت كبده. ايوه قولي بس ما تمثليش. حلو. جبتك يا عبد. ابدا. جبتك انت امتى؟ انت انت جبتك يا عبد المعين يا عبد المعين. ايه شيل السماعه قوليها له بقى. جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين تتعاني. جبتك جبتك احنا عليك كبده جعان بقى. فاضل واحده. البس يلا. يلا جبت توت طازه من بيروت. نكست نكست. هو ايه النكست؟ هو في احكام. يلا جرب جرب جرب. هي شبه الاولانيه. جبت جبت هي هي. جبت جبت. ايوه جبت توت سوزي. توت شوز. لا توت 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 توت. ايه فود. خلاص طب سيب توت. طازه النهارده. طازه انا في حته تانية خالص. طب سيب انت لو قريتني مش هعرف برضه. جبت توت طازه من بيروت. جبت ايه؟ توت. شو توت؟ توت. ايوه من بيروت. طازه. ايوه ايوه طنطا. طازه. ايوه برافو 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 برافو. خدي دي الثالثه. هذا انت. هذا انت ازاي؟ هذا انت. هذا اين؟ كارثه كارثه. هذا الشبل اي كيو تحت الصفر من ذاك الاسد. هذا الشبل من ذاك الاسد. شباب امراه. شفت كلمه الشباب؟ هذا انت. هذا انت. هذا بس الاغنيه حلوه. طب طب بالراحه بالراحه. اين؟ ايوه قولها بقى. الشبل الشمال. قريب شمال. قريب. لا الشبل. هو البه ما بيقراهاش على فكره. من شمال. من شفتي ما بيقراش البه. ذاك والله عنده مشكله مع البه. ذاك ده البه اسد. بيه. الاسد. يبقى هذا الشبل. هذا الشبل من ذاك الاسد. ايوه يا اخي بقى. ايوه يا اخي بقى جننتنا. طب سهله اهي سهله. دلوقتي يا شيري انت من حقك رسمي جدا تحكمي على عمرو وهبه لانه الحقيقه مفيش مقارنه. مفيش مقارنه. انا بتفرج على برامج كتير رايحه للغنى. لو دي اخر حلقه على نفسك نغني. لا ما انا بقول لك لو اخر حلقه في البرنامج ماشي. انا صوتي تعبان النهارده. هنغني نغني سوا. يلا نغني بس حاجه. ايه ده؟ ايه التوافق اللي حصل فجاه كده؟ بص فجاه بنعمل حاجه حافظينها احنا الاثنين. انا لما بحب اتسلى ما احبش ازلب.
انا عندي اقرم بال اقول او ارسم زي ما احب مهما تكون الاسئله. يلا ارسم والحكم عليا انا. خلاص خلاص هو اخذ فرصته احكمي عليه احكم عليه. قلد لنا حد. انا هقول لك انا هقول لك زي ما انا قلت ممكن تقول لك. انت بمناسبه الفالنتاين هتقدم رساله حب رقيقه جدا وطويله لمراتك بطريقه الرابط اللي في بيتنا رابط. ايوه مش كنت سمعت كلامي؟ شوفوا هغني ايه طيب. او عايزين نقلد مين؟ هو بس هقول لحضرتك بس حاجه ان لذيذ ما بيقولش جمل طويله. فلذيذ بيقول جمل مقتضبه قصيره جدا علشان اول ما بيقول جمل طويله بتبوظ. اتفضل ادي الكاميرا اهي وحضرتك روبوت لذيذ بتقول لمراتك رسائل في عيد الحب. اهلا ام يحيى. نايمي غاليه. انا راجع. انا راجع ماشي. هتروح في حته غيرها. ببارك لكم على المسلسل، ببارك لكم على حاجات كتيره حلوه. عمرو انت عملت ما شاء الله حاجات متابعه حاجات اكتيفيتيز وكنت متابعه كمان الحمله اللي انت عملتها مع مصري الخير. الحمد لله عملت حاجات كتيره حلوه. شيري عودتك فيها اشراقه، ممكن تكون اشراقه النجاح والشغل، وممكن تكون اشراقه الحب، ممكن تكون اشراقه البدايات، انما في حاجه كده متوهجه وحلوه جميله معاكي في المرحله دي يا شيري. ببارك لكم وبتمنى لكم كل الاوقات والايام الحلوه السعيده مع اللي بتحبوهم ومع جروبات الدفاع وشيري عادي. انا بس بالنيابه عن شيري يعني وبالنيابه عن المسلسل، انا عايز اشكر بس اولا بجد والله العظيم مش عشان هي جنبي، انا عارف ان الكلام ده يبدو كليشيه. شيري انا يعني بقول لها ان شكرا ان انا كنت معاها في المسلسل، انا بحبها جدا من زمان واحنا اصحاب وكنت مبسوط معاها جدا. وشيري هي كيوت ورقيقه وكل حاجه بس هي شاطره جدا ومركزه جدا. يعني كانت احنا بنصور انا اكتشفت سايد تاني، انا طبعا ببقى بهزر وبتفه وهي قاعده مركزه وما بتهزرش، بتروح اللوكيشن ما بتهزرش، بتاخد جنب. فانا بشكرها جدا على 98 لا هي عندها مشاهد صعبه كتير ومشاهد عياط كتير، واحنا وانا طول الوقت كنت ببقى عايز اهزر في مشاهد كتير ببقى احنا كلنا عاملين بنهزر ومش عايزين نفصلها. فانا بشكرها على احترافيتها ومبسوط ان انا كنت معاها في المسلسل. انا اللي مبسوطه ان احنا كنا مع بعض والله. هو يعني انا من يعني انا اللي مبسوطه ان احنا كنا مع بعض، وانا اصلا من الناس اللي بحب يعني انا بحب اتفرج على عمرو وهبه، انا بحب اتفرج عليه وانا يعني ببقى مبسوطه هو وانا بتفرج عليه في التلفزيون، ولما بيجي اي مشهد ليه انا ببقى عايز اعرف هو عمل ايه. فلا انا بشكر سمح الله سلام المخرج وورشه الكتابه وميدو وماجد سرحان وميدو بسمه واسماء وماجد صح طبعا وميدو طبعا كل الناس اللي في المسلسل وكل استاذ صفاء التوخي واستاذ محمد سلام واستاذ شريف النمر وكل الكاست الاخراج والديكور وكل الناس بصراحه تعبوا جدا. بشكرهم جدا والله، وانا اتبسطت مع 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 الست ممثلين ومع كل الممثلين اللي في العمل، وان شاء الله اللي جاي برضو يعجب الناس كده ان شاء الله. الكوميديان الموهوب عمرو وهبه والجميله الرقيقه الناجحه شيري عادل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.